سعيدة جدا النهاردة ان انا بتقابل معاه تاني في نفس المكان اللي قضيت معاه العيد واجمل ايام هنا في مسرحية، يعني كنت بشارك فيها بحاجة كده مشهد واحد كابوسي شلبي، وكانت يعني بجد انبسطت جدا معاك. ولسه بقول للناس، بقول لهم ان انت الكواليس بتاعتك تجنن، كلها حب وبتحتضن كل الناس اللي معاك وخفة دم، إنسان وفنان بمعنى الكلمة. وسعيدة إن أنا بشوفك تاني النهاردة في نفس المكان، وهنرجع تاني نعمل مسارح جديد إن شاء الله بإذن الله. أنا مبسوط والله العظيم بجد يا بوسي من الكلام الحلو اللي أنت بتقوليه ده، ويا رب أكون قده، ويا رب دايما نبقى بنعمل حاجات حلوة وبنتجمع في الأحداث الحلوة والمناسبات الحلوة والمناسبات الكبيرة زي جويا وورد كده، وإن شاء الله نبقى مبسوطين وفرحانين دايما. أنا وإنت كنا امبارح موجودين بنحضر مسرحية لجيل جديد وشباب جديد، شفت فرحتك بالجيل الجديد وبالشباب، وشفت فرحتك بالمسرحية، وكنا يعني خارجين بطاقة كده حلوة. الحمد لله مسرحية حلوة جدا تشابلن، بجد فعلا طاقتنا كانت حلوه قوي بعد ما اتفرجنا عليها. عمل كبير، شباب بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حاجه يعني تفرح القلب، كلنا خرجنا قلبنا فرحان. كانت معانا طبعا ليلى علوي، كانت مبسوطه، كانت طايره من الفرحه حبيبتي طبعا، من السعاده. وده خلاني اقول ان ليلى هتتحمس وتعمل مسرح قريب، اعتقد بعد اللي حصل امبارح اعتقد لان انا يعني عندي احساس المسرح شويه. لا هي مش هتعدي اللي حصل ده بسهوله، فان شاء الله نتمنى نشوف كل نجومنا العظام باذن الله بيعملوا مسرح. انت من اكتر الناس اللي بيجوا بيعملوا مسرحيات هنا وبيتابع الجمهور، وانت يمكن بتاخد منهم الافيهات بتاعتك، يعني مش بس بتبقى اللي مكتوب في السيناريو، ولكن من الخمس ايام اللي عشرتك فيهم انك بتشوف الجمهور السعودي كل يوم وبتاخد وتدي معاه افيهات، يعني عارف الجمهور السعودي شايفه ازاي الفتره الجايه مع الانفتاح. لا هو الجمهور السعودي من اول ما جينا الصراحه، من اول موسم وانا شايفه هو ثقافيا منفتح جدا، يعني فاهم الافيهات اللي بنقولها، فابتدينا نجرب معاهم لعبه ان احنا نقول حاجات خليجي، افيهات خليجي باللغه الخليجيه، فابتدوا يتفاعلوا معانا، نرجع للمصري بتاعنا متفاعلين معانا اكتر. فالحمد لله دايما كده ان شاء الله نبقى مبسوطين، والواحد بيحس ان هو بيعيد مع الجمهور السعودي.